رصدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بعض الحسابات اللي تتعمد إثارة الفتنة والتحريض وتهديد السلم الأهلي تدار من لبنان وإيران، وتبث هذه الحسابات ادعاءات باسم أشخاص متورطين في قضايا إرهابية، وتهدف إلى تشويه الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المطبقة في موسم عاشوراء. وشددت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على ضرورة عدم التفاعل مع هذه النوعية من الحسابات المثيرة للفتنة والتطرف، حيث أن عدم إعادة بث ما ينشرونه يسهم في حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة وتشجيع الاعتدال وحفظ النسيج الاجتماعي.